مساء الخير. الليلة ليلة عيد الميلاد، الليلة حلقتنا خاصة بعيد الميلاد مع جمهور مع تمام مشاهدين قناة الجديد بحلقة مليئة بالفرح بالحب بالحزن بالوجع، لأنه ضيفي صاحب اللسان الصليط واللي بيملك وجع كثير كبير من ناحية السياسية والاجتماعية والفنية. الليلة عم بستضيف صاحب اللسان الصليط النجم أسعد رشدان. أهلا وسهلا فيك مع تمام. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيبي أستاذ سعيد. منيح ناظرين حبيبي أنت، تفضل. مسح لي الدموع أستاذ أسعد رشدان. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك بهيدي الحلقة اللي هي تعتبر سبيسيال، تعتبر بنفس الوقت هي ميلادية، تعتبر حقيقية، تعتبر حوار جريء من اللي أنت بتحبون، اللي أنت معود على المواجهة بليلة عيد الميلاد. بداية استقبلناك بأغنية خاصة للسيدة مجدة الرومي عن عيد الميلاد، ضحكة الناس، الابتسام اليوم جاي للكل يبتسم. انت اليوم بليلة عيد الميلاد المقدمة تبعيتك، هل هي ابتسامة؟ اليوم في فرحة ببيوت كل الناس، اليوم مضويين الشمع، عاملين ديكور، عايشين فرحة، لأنه بدنا نفرح الناس، نحن هاي واجباتنا. انت اليوم عايش هيدي الفرحة؟ إذا بقول لك إنه الفرحة راحت من قلبي بهيك مناسبة بهالعيد بالذات بكون عم بكذب، وما بيكون شغلي حقيقي، ومش لازم تروح الفرحة لا من قلبي ولا من قلبك ولا من قلب أي حدا من المشاهدين أو اللبنانيين أو كل شعوب العالم. عن أي عيد عم تحكي؟ عن أي فرحة عم تحكي اليوم؟ عن مازال ما بدك تتشائم أنت. لحظة، أنا بدي أتشائم، أنا بدي أقول لك شغلي إنه أنا اللي معلق فيه بعد بهالحياة هو الإيمان الصغير. مين إيمان؟ مين إيمان؟ أسعد رشدان، أنت مؤمن؟ أنا مؤمن جداً. منك ملحد؟ ابدا. اوف، جاوبني معلي. انا عم بسال. ايه لا خد راحتك، انا عم بسال، خد راحتك. انا عم بسال لانه يقال عنك انت اسعد رشدان ملحد. ابدا 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 ابدا. انت أبداً. انت رجل مؤمن؟ انا رجل مؤمن كثير، اكثر واحد مؤمن. اوف، لا بصلي اها، ولا بروح على كنيسه، ولا بروح على جامع، ولا بروح المطرح. وكيف مؤمن؟ مؤمن؟ ايه. شو الايمان؟ سر الكون هادي على مطرح ما حدا قالوا فيه من البشر. في قوة خارقة كل واحد بيشوفها عزوه. طيب. واحد بيشوفها بالرسول عليه السلام، واحد بيشوفها بالمسيح عليه السلام كمان، وواحد بيشوف، كل واحد بيشوفها مطرح. وفي الملحد بيشوفها بانه لهون ولهون، بيشوف انه هيدي بتعرف الطبيعة اتكونت وخلقت وشالت وتحطت والى اخره. هيدا اللي مخليني مؤمن. سيرة أنا كمسيحي، سيرة المسيح هالرجال المعتر اللي كلنا نعرف عنه واللي تحمل كل اللي تحملوه، أنا إذا بعملها، إذا بعمل اللي عمله، ممكن يكون في عندي أتباع ويكون مسيح تاني. أصبح اللي عمله هو ما حدا بيقدر يعمله. لو كل واحد بيقدر يعمله كان في مسيحي مسيحات كتير بالكون. تمام.
اللي ما حدا حسدني اني يكون معه الليله. انا انسان من اول ما شفته حبيته واني بعرف اي بعرف بس اللي عنده كل مقومات الانسان اللي بينحب حبيبي انت الحجار اللي على الطرقات بالطرقات هيدا شيء بيساعدني سيارات ما حدا قال لي حسدني على اني يكون معك الليله انا هيدي الشهاده وانا الوحيد اللي كنت مرتاح ومبسوط حبيبي. وفرحان لاني انا بعرفك شكرا ولو هون الناس شوي بيفتشوا شوي بيتعرفوا على تمام بلاي كان عنده نفس رأيي حبيبي أنا كتير مرتاح يمكن أنا بدي أحييك وأنا عشان هيك موجود اليوم معي بهاي الحلقة ليلة الميلاد بس بدي أكمل بموضوع الدين بدكي. إذا لو سمحت فضل. أستاذ أسعد لإخوارنا للشيوخة اليوم هل قد بتكرههم؟ أنا ما في عندي كره بحياتي بس ما بتحبون ما بحبون مش الشيوخ انا مالي عليها لا لا عم بحكي انا بالاجمال انا بدي اشمل بحكي الكل لا بحكي عن ايه؟ رجال الدين المسيحيين طيب اللي انا شو بدي اقول لك ما لهم المحبه بقلبي ولا احترام ومش كلهم مش كلهم يعني كلهم انتبه انتبه في برجال الدين الكليروس المسيحي في ناس شبه قديسين طيب ناس نضاف عال. يعني مثل ما في بالمجتمع انا بعتبر حالي منزه بعتبرك منزه كمان في ناس فاسدين وفي ناس في ناس في هيك وفي هيك بس اجمالا انا ضد المؤسسات الدينيه ضد المؤسسات الدينيه اي مؤسسات مثل مؤسسات الدوله الرسميه اللي هي ما لها عليها اللي شو يعني شو يعني؟ شو يعني مثل مؤسسات الدولة؟ يعني تتعامل بالمادي تتعامل مع الناس تتعامل بين بعضها فاسدة يعني؟ في الفاسد مؤسسات الدولة فاسدة في, 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 في الخوري أو الراهب المصاحب مرة في الفاسد اللي بيسرق مصاري في اللي بيعمل كومبينات على رفقاته في 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 كلهم موجودين طيب هو كلهم ما قالهم عليها بعيد الميلاد تفضل كلهم ما خصهم بعيد الميلاد الكنيسة ما خصها بعيد الميلاد الإخواني ما خصهم بعيد الميلاد مين عمل عيد الميلاد المسيح المسيح هو بس هو موضوع اللعبة أوكي وهيدا تذكر ذكرى أي ومش عم يخلق اليوم هو أي وخلق وخلص أوكي. وراح وصار له 2000 سنة أي هلا نحن نتذكر طيب من وقت لوقت لحتى نرجع ننتبه ننتبه إنه في بالكون في مسيح في إنسان آدمي كويس ضحى بحياته كرمالنا وكرمال الناس المعطرة ولكل البشر إنك عند المسيحي وعند المسلم وعند الدرزي وعند كل الناس أنت بتعتبر حالك رجل صالح كأب؟ نعم أنا جوزت بكير لحتى فهم بيي كيف يعملوا عائلي وكيف بيحترموا المرأة نسوان والمرأة وكيف يربوا الأولاد خلينا نسمع نرجع نحكي في مجال تفضل انت حدا مجروح من جوا انت حدا موجوع من جوا انت بتطلع بتصرخ وبتعيط وفوق انت حدا تعبان بتوافقني او لا لا تعبان لوين وصلت بتعبك اسعد رجلان وصلت بتعبي انه انا عشت كل هيدا العمر ايه من ابن 10 سنين بيحلم بوطن طيب هلأ اكتشفت أنه لن يكون هناك وطن لن يكون؟ لن يكون هناك وطن ولا شبه وطن ولا شيء هيدي قناعة تامة هلأ صرت عم بروق هيدي الثورة اللي بقلبي أي. واللي اللي حدا عم يسمع وعم يشتبع يسمع سمعوا أو ما سمعوا هلأ هلأ عم بروق هلأ عم بروق الوجع كثير كبير خلص لوين وصلت بوجعك؟ يعني وصلت لمحل أنت مرضت انت اليوم لوين وصلت صح لوين وصلت انه عملت جلطه بس شو وصلت ان الاهرب الموضوع مش انا ما وصلت ولادي ما وصلوا يعني اليوم انت ما في معك حدا تقريبا مش مقهور انه وصلت لمرحله انه توصل لتعيش انت هون ولادك هونيك ومرتك هونيك وانت هون جاوبني على هيدا السؤال السريع شو اقرف شيء بحياتك هذا الواقع اني انا عايش وحدي ايه؟ بس مش عايش بوحدي اوكي لانه في عندي اتصال او علاقه مع الله اذا بدك او مع المسيح او مع اي من هالناس اللي ضحوا بحياتهم كرمال الناس وكرمال البشريه على اتصال بتسير انا والمسيح بتسير انا بنقره بنقرني بسبه بسبني ما بعرف ما عندي مشكله
يعني حالة الوحده مش عيشة. انا عندي سؤال. نعم. انت اليوم عرفان هيدا البلد. نعم. عرفان سياسيين هيدا البلد. نعم. عرفان وصلت لمحل بتقول انه انا هيدا البلد خدوا باسبوري وما بدي اياه. صح. انا كلبنان اليوم كيف بدي اتقبل اقعد احكي مع شخص منو عنده وطنية لهيدا البلد؟ كيف اليوم بدي اتقبل من شخص بينكر انه هيدا البلد هو اللي عمله؟ وجاوبني على السؤال، مين جابرك تبقى هون؟ مازال انت كشخص ناكر لهيدا البلد، ناكر لهيدا البلد. العونيين كلهم بيقولوا هيك، يعني مش انت يعني. مين؟ العونيين. اوكي. هيك بيقولوا عني يعني، ايه. اوكي، مازالك هالقد انت اليوم عندك كره لهيدا البلد ولهيدا الشعب. يا خيي احمل حالك وفل على اللي بالمقابل اللي شو هو الوطن؟ شو الوطن؟ هو ارض وشعب. اوكي. ومؤسسات كثير منيح. ومين يقود هذا الشعب ومن بيسير الامور؟ اوكي. نحن عندنا ارض ونص شعب وما في سياسي. اول شغله اصبح انا ما تحسبني على الوطني. طب ومفل بعدين لا بدي فل يا خيي فل. لا يا خيي بس ما فيك تضل كل الوقت عم تحكي عن لبنان. لا هذا 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 لك يعني وحدك. لا منه لي وحده. اني اعطيني اياه. مين اعطيني اياه هذا؟ مين مخلينك بعده؟ مين اعطيني اياه الوطن؟ اه بيك وامك اللي توفوا. ايه هن اللي اعطوك اياه. ايه بس جاوبني على بعد مدفونين هون. اني شو مدفونين هون؟ عار كثير منيح. فاذا احترمهم واحترم هالبلد. محترمهم. ليش بدي احترم البلد؟ على شو؟ احترمني البلد؟ شو البلد محترمني؟ ايه انا بياخذ مني كل شيء بده مني. ايه البلد. ايه عم ياخذه. شو عم يعطيني؟ طب عال ما انا هيدا عم بسالك اياه. انا كيف بدي اشوف تمام بلاقي انا بامريكا؟ بروح لعندك. اهلا وسهلا. عبكره انا رايح بعد وراك لحقني. ايه اللي شو غير قصة الوطنية؟ الأرضي ما ايه؟ أرضي وين؟ مفيش أرض اللون. الانتماء. ايه انتماء. الانتماء لشو؟ يعني اليوم بيقولوا إن أنت بلا وفا أسعد رشدان. وفا أنت لمين؟ بلا وفا لوطنك ولا أرزك ولا شعبك. شو عمل لي وطني أكون وافي إله؟ طب ليه بعدك قاعد يا خيي؟ تعزمني على العشاء. تعزمني على العشاء. طب سؤال، ليه بعدك قاعد فيه مازال ما عمل لك شيء هيدا الوطن؟ بس جاوبني على هيدا السؤال ما بدي شيء. لك خيي أنا خلقان وربيان. طبعاً بس منه عايش. في ارتباط. في ارتباط؟ في ارتباط بالهادي بالبلاط بهيدا الحجر. أنت بتقول إنه أنا ما عندي ارتباط بأرضي. كيف أنا؟ أنت بتقول أنا ما عندي أرض لأرتبط فيها. لا. شو لا؟ لا لا. شو؟ مش لا ما بقول ما عندي أرض، ما عندي أملاك. ايه ما لها علاقة هاي. انت بتعتبر حالك قوي بالصوت العالي؟ انا قوي بالصوت العالي؟ عم بسألك. ما بعلي صوتي انا. انت على طول ما في غير نازل صريخ باخر فترة بكتب. وبتكتب بطريقة لازعة. ايه مين انت؟ ليش بدك تحكي بهالطريقة؟ اليوم انت واجباتك تحترم رئيس جمهوريتك. اليوم مضطر تحترم هيدا البلد اللي انت معيشك ومسكنك. لا 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 معيشني ولا عمل لي شيء. مين لك اكل لي حقوقي؟ مين هو اللي اكل لك هيدا البلد؟ كيف اكل لك هيدا البلد؟ ايه كيف اكل لك حقوقي؟ بكل شيء. ما جاوبني بكل شيء. بدي اسمع كيف يعني عندي انا اليوم شو مش بس انت ما كل البقى العالم هيك يعني كتا. طيب اذا الناس طيب. اذا الناس خانية. طب رح ارجع اسالك يا سؤال. تفضل تفضل. ظهار من هيدا البلد. ما بدي اظهر من هالبلد. طب ما بقى تنتقده. إلي إلي مش إلي. ما عندها صوتك بيوصل. إلي إلي. هيدا البلد إلي. ايه. أسمع الرعبة اللي ما بده. ايه. أنا خلقان وربيان هون. اوكي. وهيدا البلد بلدي. فإذا رح ترمو. إني نزعوه. إني عم يختوني حقوقي. إني عم يوصلوني يا هالمرحلة. طب مش جوبي. أنا. شو هيدا الصوت العالي لوين وصلك؟ ما بيوصل مطرح. حدا قريك؟ ما بعرف. ما حدا في مليونين انسان. ايه؟ اقل له. ايه؟ بيحكوا بنفس اللغه. في مليونين انسان. في بنزل بالشارع في مليونين انسان مقهورين مش قادرين يحكوا. صح. مبسوطين فيه لانه انا صوتي بيوصل. كلنا مقهورين بحكم انا مسخر. انا مسخر شهرتي الفنيه. لحتى ارفع صوت العالم وصل لهم صوتهم. انا عم ضحي. ايه؟ بشهرتي الفنيه. ايه؟ وبمهنتي. ايه؟ لوصل صوت العالم. ايه غير هيدا. انا تخليت عن هاي جنسية لانه معي جنسية تانية. طب مش عيب تقول هيك؟ ارفع راسي في السماء. عيب شو؟ عيب شو؟ عيب شو؟ لما انا بس انزل على مطار هيوستن انا هلا. اوكي. انسان محترم. انا بيقول لي المسؤول بالكاستمز اللي بفوتر. ايه بيشرحوك تيابك بيحلحوك من اجرك بيشرحوك بيطلع بطاقتي انا عمري فوق ال 64 بيقول لي استاذ انت تشلح من اجرك.
شو بدك يعني؟ اليوم انت عم بتقلي انه انا اليوم ياخذوا مني هيدي الجنسية. عن جد مش هلا عم بسألك سؤال، يمكن في كتير عم يحتاروك عم يسألوا هيدا السؤال. عن جد ما بتستحي تقول يا اخي بس جاوبني، خليني بس كمل السؤال. ما بتستحي عم تقول خذوا هيدي الجنسية اللي هي جنسية بلدك وطنك لا تيجي تقول لي معزز مكرم بأمريكا بوقت انه أمريكا ما عملت لك شيء؟ كيف ما عملت لي شيء؟ شو أما نتلك معاشك؟ ايه؟ أما نتلك شغل؟ ايه؟ شو بتشتغل بأمريكا؟ أنا؟ ايه؟ حتى أقعد هلا أنا بقبض $1,000 فريش بالشهر. بس هيدا هو، يعني أنت المصاري هي اللي مقعدتك، اللي مريحتك. لا يا خيي. شو لكان؟ لا يا خيي، ما أنا بس وصلوا لي أنا وقعت هون، شو العلاقة؟ أنا تبع عم يردوا لي تعبي. ايه. أنا عم يردوا لي تعبي، أنا علمت 25 سنة بالدولة. صح. سنة الـ 94 لما تركت. كان لازم يكون تعويضي بحدود الـ $40,000. ايه. طلعوا دولار 3000 ليرة. طلع تعويضي $3,900. هيدا البلدي؟ هيدا وطني؟ عطيني حقي؟ ها؟ أو هلا عم يعطيني حقي؟ هلا عم يعطيني حقي؟ عندي $40,000 بالبنك، ما بيطلعوا إذا جيت تفسروا بيطلعوا $5,000. وصلت لمرحلة إنه عزت مصاري؟ أكيد. وصلت اكيد. انا لما بيعبي سيارتي اليوم عبيتها، انا مضطر اروح اليوم، كنت على بيروت وارجع لهون. لكن وين كنت رايح؟ ارجع اروح على بيروت. وين كنت رايح اليوم؟ اليوم ايه؟ كان عندي موعد مع مين؟ لقاء مع ال اذا ما بدك تقول مع لا 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 مع عضو المجلس النيابي السابق اللي مشتقيل الياس حنكش. ايه؟ مع حفظ الالقاب. ايه؟ والاستاذ سامي شميل كتائب يعني. نعم. طيب لا بده بدعوه يحب يقعد انا معك. ايه يقعدوا معي شوي. قلت له بكل فخر وعاد ازاز ورحت. استعد هلا هويتك اللبنانيه تخزقها على الهواء؟ عم بسأل. انا ما بدي هين. شو ما بدك اكثر من اللي عم تهينه؟ انا بتخلى عنها. ايه خذوها ما تشيها. اتخلى عن جنسيتي ما بدي اياها. ما 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 أنا لا انا في فرق بين انك خزق هويتك او قالوا خزق باسبوري. لا خزقت باسبوري خي، بس انا ما بجدد باسبوري، بروح بجيب باسبور امريكاني. الهويه اللبنانيه موجوده، بيطلبوها مني على حاجز، بيطلبوها مني تدافع جدد دفتر السويقه. هي شغله طبيعيه، حقي المكتسب يا جماعه. لك هودي هودي اقل هو اقل 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 حقوق اي اي اجلك حيوان بالبلد. اللي عنده حقوق. جاوبني على هيدا السؤال. واحد بيعترف عن حاله انه انت اسعد رجلين بهيم، كيف بتقولها؟ بقولها. انت بهيم؟ بدك اقولها مره ثانيه؟ لا بدي اسالك انه كل هيدي الفكر وال شو الفرق يعني؟ شو؟ البهيمي اهم، انا اهم من البهيم؟ البهيمي؟ انا اهم؟ مين اهم انت او البهيمه؟ مين اهم انت او البهيمه؟ حسب. لا عم بسالك انت، ما زال انت حكيت هيدا الشيء. ايه ايه. هلا بكره بيمسكوا علي وبيمشوا مرات. جاوبني اسعد. ايه. رجلين اليوم. طب خي ما عم بقدر افهمك شو بدك. هين قالت بكونتكست معي. مزبوط. بس انت انت اليوم انت اليوم شو بدك؟ انت اليوم عندك شريحه كتير كبيره تكرهك. كتر خيره. ايه؟ ايه. بس انت ممثل. ليش انا ليش انا بدون هاودي كلهم؟ ايه. رح يحبوني. شو بدون هول؟ يعني بس انت ممثل يا اسعد. اذا كنت ممثل ايه ما انت لازم تكون إيه للكل. أنا إنسان. شو انا انسان؟ ايه انا انسان، انا انسان عايش ببلد. اوكي. ايه شو شو من الناس بتحبك انت؟ لا. ايه؟ الحجر ما شو ما عملت. اوكي الحجر. معلش اعطيني بس. تفضل. اكيد. 22 سنة. 22 يا انه انا لكل الناس بتقلي شو بدك بهيدا وشو بدك بيه. تمام. انا يمكن بعكس كل الناس لما تعرفت عليك لما شفتك لقيت الانسان اللي عنده الكاريزماتيك، الانسان الخلوق، الانسان المهضوم، الانسان الفهمان. كل هولي شفتهم انا. شكرا. ما شفت غير هيك. شو يعني بقول انا؟ لا هن الناس كل الناس عم تقول هيك وبمشي على الاساس. شو بده الناس؟ شو بقولوا الناس؟ الناس بتعبوك يا حبيبي. اكيد مش هيك. انا ما برد على حدا. في مليونين بيكرهوني، في مليونين بيحبوني. صح. شو بدي باللي بيكرهوني؟ معهم معهم بصيروا يعرفوا. هلا هلا هاو هاو الناس اللي عم يدفعوا $1,700,000 اشتراك 5 امبير بالكهرباء، هاو بعد بدهم يكرهوني 60 سنة عليهم اذا بيبقى واحد معهم على وجه الارض. 60 سنة و70 يوم و50 ثانية عليهم. آخر همي لك، آخر همي قل كلمتك وامشي. انسى. ما بدي شيء من حدا. اللي بعت لي كيس طحين ياخذوا، اللي عطيني عبيلي جالون بنزين ياخذوا،
أنا كنت واقف على محطة البنزين عم بكانوا بنزين، ما حدا جاب لي كانوا بنزين على بيتي. رح أقول كلمتي وامشي. الآن إيه؟ معليه؟ نعم. أسعد رجدان، أنت زعوري. شو بتقول؟ أنا شو؟ زعوري. زعوري؟ يعني اليوم بيقولوا إنه هيدا الميليشياوي، هيدا اللي بإيديه في دم، اللي بده يحكي بالوطنية بده يكون زعوري وميليشياوي وبإيديه دم، شو بتجاوب؟ أول شغلة ما في بإيدي دم. ليه ما قتلت؟ لا. كيف؟ لا. لما كنت تنزل كنت مدافع. شو يعني مدافع؟ كنت مهاجم. إذا حدا هجم عليك ما كنت تقتله؟ بقتله بحرق دينك. كيف بدك؟ تحرق دينه. 100 مرة بقوصه 100 رصاصة إذا جاي يقتلني. أي. إذا جاي يقتلني. أي. 100 رصاصة. على المكفول وما مش بتراجع ومش ما مستقر. بتفكر. لا. بس أنا ما بقوص ما بهجم على بيت او على حدا او على مطرح، انا ما بهجم ما بهجم لهلا ما بهجم. انا كل هيدا هجومي اللي عم تسمعه بالسياسي هو هجوم دفاعي. ايه بس انت ما عندك مانع اليوم تنزل على ارض تحمل سلاح بوش خيك الانسان اللبناني؟ خي انسان شو؟ ايه العوني منه خيك الانسان؟ عوني؟ ايه جاوبني على السؤال. ايه تفضل. خيك الانسان او لا؟ خي الانسان. تحمل سلاح بوش او لا؟ حبيبي انت بمسي. بس جاوبني، تحمل سلاح او لا؟ ما بحمل سلاح ضد حدا. اذا هجم عليك العوني ما بتحمل سلاح؟ بهرمه للعوني. بهرمه هيك وهيك. اذا هجم علي حامل سلاح علي ليقتلني، في واحد بده يموت بس مش انا. اليوم صار في حرب اهليه مسلم ومسيحي، انت بتنزل بتقتل المسلم خياك الاسلام؟ لا، انا رح فل على امريكا قبل ما نوصل لهالمرحله. حتفل وهالمرحله بعتقد جاي خيطة. بس انه اي متى لا 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 انا ما بدي، ما انا فرد شغلي. انا قلت انا لو كنت بعين رمانه وقت اللي صار اللي صار، ايه شو كنت عملت؟ انا كنت حملت سلاح وقوصت. على مين؟ على اللي جاي هي حامل الار بي جي وجاي علي. اوكي. انا بحسد اللي قوصه. كثير قوي الحكي صراحه. قوي قد بدك. ايه واحد حامل. طب هيدا مش حكي، مش حكي طائفة؟ شو اجو؟ مش حكي طائفة؟ ليش مش عم بقول لك شو عم بقول؟ عم بدك تقتل بوش اللي كانوا يعني فت بعين الرمان. ليه ما قلت المشرفية؟ ليه ما قلت هيدي اللي صار شي سميها اللي بدك اياه. يا اخي الاحداث اللي صار. اوكي. في ناس فاتوا على حي، فاتوا على حي على بيوت ناس، كسروا لهم ممتلكاتهم وحاملين عليهم سلاح بدهم يقوصوهم. انا اذا كان بيتي هونيك وسيارتي عم تتكسر بدي اوصل عم يكسرها. اصلا كل نقاشاتي هلا يعني عم تستفزني والى اخره، بس انا بحياتي اليوميه كلهم بيحبوني. مش سوى ايانو مثلا زميلتنا حبيبه قلبي اللي هي متطرفه، مش يوسف حداد اللي متطرف تحيه ليوسف ضد السياده، تحيه حبيب قلبي. ولا مره بختلف انا وياه على شيء، ما بنختلف ما بنختلف. سوى ايانو تلفنت لي ليله اللي صارت الحادثه عندي بالبيت، عم تقول لي روق يا اسعد روق خفف لقم حدا يأذيك. هيدا انا بعرف انه هيدا هي السياسي غلط، بعرف ان الناس السياسيين غلط. هيدا فساد مستشري لدرجة العهر. مستشري لدرجة العهر. اسعد رجدان انت اليوم بتروح قتل؟ نعم بتروح قتل. بروح قتل؟ يا ريت بيريحوني. اذا قادرين عليا يعملوها. طب قل لي مين داعمك انت؟ مش عدد يعني. عم بسأل مين بده يدعمني؟ طب الله. منك خايف من انا خايف؟ من شو بدي خايف؟ مين بده يخوفني؟ ومن شو بدي خايف؟ سياسيين تبعولك. بدي خايف سياسي تبع تخوفني؟ هن حاكمينك. شو ممكن يعمل؟ هن حاكمينك. انا ما بخاف من ملاوتهم يقتلوني. انت هلا اذا اكلت صحصوح ما بتخاف؟ صحصوح كيف؟ جاوبني. اليوم بيقولوا لك بتحكي 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 بس وقت الجد بس تنحبس شو بدك تعمل؟ بعد في حدا يقدر يسمع صوتك؟ ما بيهمني. ما عم تأذي حالك هيك؟ لا. شو؟ لا بالعكس. خليك بالتمثيل. خلوني يعملوها. لا بديش ضل بالتمثيل. شو؟ لشو التمثيل؟ شو؟ لشو أي شيء؟ نعم. له قيمة. ايه؟ أي شيء له قيمة بالبلد؟ ايه؟ إذا ما فيش بلد.
نعابتك راضية على اللي عم تعمله انت؟ نعابة التمثيل؟ مرحبا ارحم عني ابد. شو؟ انسى عن النيابات كلها يا زلمة. انت بتقول انت مصدق انه في مؤسسات ونيابات وفي وزارات وفي مديريات وفي بالبلد؟ النقابة اللي بيقولوا عنك اليوم كل تصرفاتك اللي عم تعملها واللي عم تحكيها هي قلة اخلاق، شو بتقول لهم؟ بيقولوا لي عم قول ليه بيقول؟ خلوني يظهروا قلة اخلاقي. بس في عالم مش طايقة اسعد رجلين اليوم، في طبقة معينة قلت لك. ما انا في ناس كثير مش طايقهم كمان. قد ايه النسبة؟ تقريبا فريق واحد بالبلد. اسعد انت مكروه؟ انا؟ ايه. شو؟ انت شخص مكروه؟ مكروه؟ ايه. مش على علمي. محبوب؟ كل اللي حوالي. انت بتحبني ولا لا؟ اكيد 100%. اوكي خلص بكفيني، وصل لي حقي. تم طالما الاستاذ تمام حبيبي بحبني وصل لي حقي. هولي امك ولادك وبيك، جاوبني على السؤال. نعم. اهلك اللي خسرتهم سنتين ورا بعضهم، في سنة بين بعضهم يعني، وعندك اليوم انت محروم انك قاعد اليوم ما عم تلتقى بولادك، وبعيد هيدا الميلاد انت اليوم ما عم تعيد مع ولادك. شو الوجع اكثر، امك ومرت امك وبيك، ولا حرمانك انه من الولاد ما عم تقدر تضل معهم على طول؟ بالنسبه لامي وبيي راحوا قبل ما شافوا اللي عم نشوفه. هيدي اهم شيء. اهم شيء يعني ما لحقوا هيدا العهد. هاي الشغلة الافانتاج الكبير، ما لحقوا هيدا العهد. ما لحقوا هيدا العهد وما شافوا الويلات اللي عم نشوفها. القهر اكيد على اولادي. أنا اليوم أسفرجيك هول الصور. عن جد بدي منك كلمة من قلبك مش قايلة قبل. يعني هلا عم بتطلع فيك شايف في غصة. شو هي غصة؟ في دمعة. غصة بس ودمعة. بتعزيني شغلي إني رح أشوفهم بعد شي جمعتين. ليه عم تبكي؟ مش عم ببكي، متأثر عم أكيد. ليه؟ متأثر إنه هاو الشباب اللي قدامك وهالصبية، أنا بتبادر شوفهم كل يوم. أنا بدي منطر سنة وسنتين. هذا الكبير اللي عزاوي تحت نزار، ثلاث سنين ما شفته. تأجى امبارح على عرسته، ثلاث سنين ما قدرت أبط ابني. لا كرمال مين؟ لا وحيوانات، سنة وشهر بلا حكومة، عملت حكومة لجيران مش عم تجتمع. لا هيدا الوطن، هيدا الوطن اللي بدكن اياه، هيدا يلا عنا ابو ساعته. واذا صار لي حطوا ارسموا على الارض ودعس عليه، واكثر من هيك اذا بدك، وستين سنه عليه. هيدا الوطن، هيدا سالينين عنه. مين اني؟ مين اني سالين عنه؟ مين هون ما عنده ولاد برا؟ مين هون مش عم يحضر دين رب اللي خلفه لحتى يقعد بتنكه بنزين؟ منو قادر يدفع مليون و600 ألف، مليون و700 ألف ليرة أقل نسبة اشتراك موتور 5 أمبير؟ كيف بدهم يعيشوا؟ بيرجعوا بيضووا قنديل على الكاز؟ هيدا البلد، هيدا الوطن اللي بدي إياه، هيدا الوطن كل عمر يحلم فيه، بدي إياه لأولادي. كيف بدي أخلي أولادي يجوا لهون؟ أنا أولادي قلت له أولادكم ممنوع يجوا لهون، ممنوع تسجلوهم بلبنان، ممنوع تحكون عن لبنان او تسمون اسمه لبنان، او يعرفوا انه على الخريطه فيه شيء اسمه لبنان، لا وطن ولا بلد ولا شيء. وستين سنه عارضه واحجاره وعطرابه، تراب فيه وما كان، شجر فيه وما كان، ارز فيه وما كان، والارز مهتم فيه. والسنديان كل شارع بامريكا اسمه اوك ستريت، يعني سنديان قد بدك. ما فيش الا هالبلوطات اللي عندنا يعني، او فيش بحر عنا. رايح شي مرة أنت على كاليفورنيا على البحر؟ رايح شي مرة على فلوريدا على البحر لتشوف شو فيه، شو بحرك ما بينهم؟ أسعد شايف شي نهر أنت شي مرة؟ شايف نهر الليطاني؟ شايف نهر الغدير؟ لا في مجال تروق، في مجال تروق، لأنه ما بدي يصير معك أي أزمة هلا. لا بالعكس، عم تاخد حبوب. هيدا الدواء، هيدا الدواء طبعا، هيدا الدواء، هيدا الدواء طبعا. رح نروح على الفقرة الثانية اللي هي بعد ما عرفنا أنت مين هن مين، بصور كذا صورة نحكي عنهم نقدية بعد البريك الإعلاني. جاهز؟ ايه. وأنا بقول للمشاهدين وبعد في كتير أسئلة بعد ما انطرحت عليك أسعد رجدان. أنا جاهز دايما. تفضل.
بوصل للفقرة الثانية بحلقتنا الليلة مع النجم أسعد رشدان. مرة جديدة بدي أعيد كل المشاهدين وبدي أرجع أكرر أنه إن شاء الله يا رب كل اللي سمعناه التعب والعذاب والدموع اللي مرقت إن شاء الله ما بتشوفها غير فرح بالأيام اللي جاية لك ولكل المشاهدين ولكل اللبنانيين. أول صورة النجمة منى طايع. حبيبة قلبي تفضل جاوبني على هيدا السؤال، خلافك أنت ومنى طايع شو بتقول عنه اليوم؟ اليوم يقال إنه في خلاف أنت ومنى طايع وأنت جيت على لبنان من أمريكا كرمال منى طايع. اليوم مين هي منى طايع؟ حبيبة قلبي. أوكي. إلى الأبد. إلى الأبد. الخلاف سخيف وبسيط وبيتعالج إن الله راد وعم يتعالج وما في شيء بدك تعتبر ما في شيء. ما في شيء أبداً. مش الخلاف مش معها شخصياً. مع مين؟ الخلاف مع المنتج ابن عمه. ليه اسمه؟ أميل طايع. أميل طايع. يعني خلافك اليوم على الهواء مباشر ما بتقول انه في خلاف انت ومنى طايع انتهى؟ انا انتهى. اوكي خلافك انتهى. بطل معه. اي اوكي هيدي منى طايع. بنروح لصوره ثانيه. صوره بيقرا فرصه ان شاء الله. بنروح لصوره ثانيه و لازم مات هيدي كرسي كرسي فاضي. يا ريتها بتضل فاضي. يا ريتها بتضل فاضي لانه كل مشاكلنا من ورا القعده عليها. انت برايك كاسعد رشدان هيدي الكرسي اذا انت مش عاجبك اليوم رئيس جمهوريتنا ميشيل عون اللي قاعد عليها، عم بسالك سؤال، من يستحق انه يقعد عليها؟ نقول القصه بين حلقتين قال انه نحن لازم نحترم هيدي الكرسي اللي قاعد عليها ميشيل عون ونحترم ميشيل عون. اليوم بدي رايك انت كممثل، كان في فرد شخص انا برايي بيستاهل الكرسي وكان فعلا بيعبيها اسمه الله يرحمه جان عبيد. الله يرحمه. الله يرحمه موجود صديق. ما 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 عن جد خسرناه. افضل انا برايي افضل طلط فاضي لانه ما افضل ما انه يقعد عليها سمير جعجع وسليمان فرنجيه. عندي محبتي لسليمان فرنجيه. أه. محبه شخصيه. اوكي في نفس الشيء بالنسبه لسمير جعجع ونفس الشيء بدك رايي؟ اكيد انا برايي ضل فاضي مشاكلنا منها او ما يكون مسيحي ماروني اللي بده يقعد عليها. اوف ليه؟ يا خيي ليك اذا كان شيعي او سني اللي قاعد عليها ورئيس الحكومه ماروني مش احلى؟ شو رايك؟ صح بس انت بتتمنى ما يكون مسيحي اللي بده يقعد على الكرسي. شكرا. وصل لمحل جديد. صديق الصديق الزميل جهاد الأطرش. جهاد الأطرش اليوم ليه ما بتحبه؟ مش ما بحبه. شو؟ ما برضى له مش راضي له باللي هو فيه. معني أنا هو بيعرف على الهوى بقول أكثر من سعى بأنه يوصل نائب على نقابة الفنانين المحترفين. إيه؟ أنت؟ أنا بإيدي. إيه إذا بيذكروا كلهم بيذكروا الشباب. أي. عند صديقنا الفنان المطرب الكبير توني كيوان. ببيته حب الباروك. قلت له لتوني عندك عباية؟ قال لي ايه. قلت له جيبها. جيب العباية لبسته إياها أنا بإيدي أنا. أوكي. أسعد رشدان لحضرة النقيب. ولحتى كان متردد مش حابب يفوت بهاللعبة الخلافات والنقابات والمسؤولية وإلى آخره. بيحكم شغله وبيحكم. طيب إذا بدك تنتقده لجهاد الأطرش اليوم شو بتقول له؟ طلع فيه. إيه؟ شو بتقول له؟ شو بدي أقول له؟ قل له كون جهاد أطرش اللي بنعرفه اليوم. ما شو؟ ما قبل النقابة. اليوم شو؟ ما بعرف. لا بدك تعرف. ضيعني. منه سيء يعني. إيه؟ إذا ما بقدر أحكي ولا كلمة. تحية كبيرة لجهاد الأطرش. أبداً تحية كتير كبيرة. ما في يقول أبداً. جيد جدا. طب مين السيء بالنقابه؟ تتجرأ تقول انت جريء. في مين سيء بالنقابه؟ بنقابه فنانين محترفين. قول. اسيء لي بشكل مباشر. مين؟ ورديت له فادي سعد. فادي سعد. نعم. امين السر. نعم. بنروح لصوره اخرى. مروان نجار. حبيب قلبي. حبيب قلبك اليوم كان دايما 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 صار شغلي صغيري بسيطة. أيه. منا يمكن في سوء تفاهم. تشتغل معه اليوم لمروان نجار؟ أكيد تشتغل أكيد معه. عملت له مسلسل اسمه سكت الورق. من أفضل منتج اليوم على الساحة؟
تتجر افضل منتج في نهاون. بدك انت بتعرف هاللعبه، لعبه لعبه مصاري اوكي، وفي لعبه بس اسم مين اليوم ضارب اكثر شيء؟ اللي اكثر شيء يعني يشتغلوا صباح، صباح بعدين سنان اللي هو ايجل فيلد اوكي، جمال سنان ورائد. حكوني من عند الاستاذ مفيد مرعي، ما بعرف اوكي مفيد مرعي كمان. في عنا الاستاذ علي معلوف، في عنا مروان حداد، مروى جروب، كلهم كويسين، بس تختلف طريقه التعاطي من الناحيه الماديه، كل واحد حسب ظروفه. اسمح لي احكي بهي الطريقه، اسعد رجلين، قد ايه سعرك تمثيليا اليوم؟ سعري؟ ايه تمثيليا؟ ايه اكثر من 100 دولار؟ ما فهمت. سعرك يعني على الدور اليوم عم يعطوك اكثر من 100 دولار؟ انا؟ ايه عم بحكي. ولا فرانك انقص من 1000 دولار. بي بين 750 1000 دولار. بشو؟ بالنهار او بالحلقه؟ بالنهار؟ اسعد رجلين عم تقبض 700 دولار و1000؟ بط من شهر ايه من الصباح ايه 1400 دولار كاش على يومين تصوير مع قصاي الخولي ب برافو. هيدا خبر حلو، يمكن مع انه منه مبلغ يعني، بس انه يعني حروح ايه؟ ولا ما راح اقبل قال من 2000 3000 شيكات، ما مش مضطر. برافو ما ببيع. رح روح لصوره كثير عزيزه على قلبك، الرئيس أمين جميل والشيخ بيير جميل. نعم. جاوبني. شو؟ بكلمتين، عندهم فساد أو لا؟ عندهم فساد أو لا؟ أنت بتدافع على طول عن الكتائب. أنا إيه؟ صح؟ منهم فاسدين مثل باقي الأحزاب؟ نعم. منهم فاسدين مثل باقي الأحزاب؟ ككتائب بشكل عام لا. كحزب كتائب اليوم؟ أبداً ما في. حزب الكتائب أبداً؟ ما في فساد بالحزب، لا لا. ولا حتى لا بوزاراتهم ولا بنيابتهم ولا شيء ابدا ابدا. سامي جميل اللي ما بيتكرر، سامي جميل اليوم كرئيس حزب الكتائب نعم ما عنده فساد؟ ما عنده اخطاء سياسيه؟ اخطاء ما كلهم عنده اخطاء. سامي جميل اليوم شو رايك فيه بكلمه؟ رايي فيه ايه كون صريح. عنده، انا كنت اليوم انا وياه وقلت له بعرف ما بدي يبرر، حدا يبرر شيء ممنوع. الخلاف يكون موجود اذا الخلاف باقي، خلاف مسيحي عم تحكي بين المسيحيين يعني الاحزاب، الاحزاب اليمينيه اوكي اللي منا ممانعه يعني القوات، القوات والكتائب والكتائب والكان اذا بدك حتى المرضى والعوني اوكي. هذا الخلاف منه مبرر، واذا هذا الخلاف باقي كلهم صفر يعني صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر من الكتائب للقوات للمرضى للعوني كلهم صفر اذا ما اتفقوا. شو رايك بنديم جميل خارج يشتغل سياسة؟ ايه او لا؟ بدي ايه او لا بس، ما بدي اكتر، ما بدنا نفوت بنقاش. مش ابن بشير جميل. شكرا. اخر صورة معي وبتمنى تجاوبني عليها بشكل سريع، الرئيسين ليه عم تبتسم؟ ميشيل سامين ليه عم تبتسم؟ بالحرك شو بده يحرك شو في على جاوبني على هيدا السؤال. الرئيس ميشيل سليمان والرئيس الحالي ميشيل عون. ميشيل سليمان دغري وعرف سؤالي، صديق من 50 سنة. فيني اسألك سؤال واحد بتجاوبني عليه بكل صراحة اليوم؟ شو كرهك اللي ما له حدود للعونية بكلمتين؟ مش كره يا لطيف. إذا أكثر من هيك ما في شر. شو لك يعني؟ مش كره. شو لك يعني؟ رأيي إيه؟ رأيي ضد على سياسي غلط. الجماعة ما بيعرفوا شو عارف هولي بن أبي ناصر بيحطون على المحلات السماني يعني كل واحد من محل سماني بن أبي ناصر بيعملوا بيع يحط له يعني دكاني من هاو دكاني من هاو ما بيعرفوا يديروها، لا حضرته فخامته ولا صهره ولا كل الستاف اللي حوله، مع انه في عنده ناس كلهم اصحابنا وزملائنا وهودي كانوا كلهم كتائب وبواد واحرار وحراس ارض او كلهم هودي طلع دينهم من الميليشيات، بس انا طلع ديني من الميليشيات، انا اكثر متضرر من الميليشيات، اكثر متضرر من الميليشيات، بس انا ما بغير مبدئي نكاي بفلان وفلتين، كاي بسمير جعجع او نكاي ب ما بعرف مين وفلتين، بغير مبدئي. وبينت الايام بعدين لما صرت اصحاب انا وسمير جعجع انه برافو اللي انا عملت هيك، ما فت بلعبه الاحقاد وبلعبه الاشياء الشخصيه، يعني انا كنت مدير، عينت مدير سنوي تعمشيت
أقصوني القوات بوقتها بقيادة سمير جعجع وإليها بالقوة عن مديرية المدرسة. بس ما رحت ملتعوني، عرفت؟ ضليت على 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 توتر فكرة. مش كره، شيل الكره من انزعاج. انا ما فيش كره، في ايه في خلاف جذري. بعد البريك الاعلاني، اسعد رشدان قد ايه بيتقاضى من السياسيين اللي بيدافع عنهم؟ هل مظبوط بيتقاضى مبالغ مالية؟ شو عم تزقف لي؟ معذور يا عجبتني ما بتتقاضى؟ عجبتني حبيت انا. بعد البريك في الصندوق، في الصندوق الاسود، وبنعرف قد ايه المبلغ اللي بيقبضه وقد ايه بتقبض من صح. السياسيين هاي. اوكي هاي. يلا بعد البريك. طرق التحية. شو؟ أول شيء للعلم اللبناني. على راسي، على كتفي، على راسي. ما بعمل تحية لحدا ولا لشيء. أبداً. للبس للوطن. ما في وطن. لم يكن هناك وطن ولن يكون هناك وطن أبداً. وهلا ما في وطن. بس يصير في وطن بركع. ما بيعنيني الوطن. بدك تحكي فيها. هيدا لا لك فرشة. هيدا ما بيعنيني كوطن. نقطع الصدر. الأساس. ما بيعنيني هودي كلها شكليات. سكوا سكوا للعلم هيك لو سمحت، شيله. وبدي عزبك رح اعير معك انا دقيقه على القد، بس اقول لك بلش. بدي رساله منك للشباب للبنان. شو بيقول اسعد رشدان؟ طلع بكاميرتك واحكي. للاسف للاسف انا مش ندمان، لانه مش بايدي الشغله. انا خلقتها للاسف، اني خلقتها. ما كنت بتمنى اني اخلق هون، لانه اذا في اي مفهوم اي معرفه بتاريخ هذا البلد من اقل مينيموم 3000 الى 4000 سنه، هذا البلد مش موجود، مش موجود كوطن. وهلا من وطن؟ وبرايي لن يكون وطنا. السبب بتوجه للناس وتوجه للشباب، بقول لهم بلاد الله واسعه والاوطان كثيره. في أوطان تحترمها وبتحترمك، أوطان موجودة، في شعوب موجودة. نحن ما عندنا وطن للأسف. ما بدي أقول ما عندنا شعب، بس بده يعرف يتصرف. أنا بدعي الشباب بأقرب فرصة كيف ما كانت الظروف إنه يفتشوا على وطن بديل، يفتشوا على وطن بديل. ما بسمح إنك اليوم، عن جد ما بسمح إنه أنت اليوم عم بتخاطب الرأي العام وعم تقول له هاجر. انت ما بتسمع؟ ايه. مين انت تسمع؟ انا تمام تسمع. انا تمام بكل تواضع من الشعب اللبناني اللي انا اليوم عم بشتغل وباقي بهيدا الوطن ليبقى هيدا الوطن موجود، لانه مثل هيدا الوطن غيرك عم يحلف فيه لهيدا الوطن. روحوا هجروا. وشو بنعمل بهالبلد؟ شو بدك فيه؟ شو بعمل؟ كبوا؟ شو ما بعرف شو بتعمل. شو؟ اللي بيبقوا في ناس باقيين. في ناس باقيين مش فارق مش حيفضى. يعني مش كلهم رح يقدروا يهاجروا، يعني النسبة كتير قليلة. وإذا بيفتحوا لهم السفرات يا تمام كله عم يطلع السفرات. ما رح يبقى واحد. شو؟ ما رح يبقى واحد هون إذا بينفتح باب الهجرة. هلأ عم بيشددوا، حتى الأمريكان كانوا يسهلوا، هلأ عم بيشددوا بالقوة بنخلوهم. بعرفه منيح هذا. شو هيدا؟ لبسته فترة طويلة رينجر. لبسته جزمة مين؟ لبسته كعسكري بالجيش. أيه؟ ولبسته ك بالاحزاب. اوكي. اللي بالميليشيات اذا بتسميه، بحب تسميهم ميليشيات. اي شو اسمع معي. نعم اسمع. رايح بكره عالشيش اتجند بين الفائين، بعرف يا روحي قديش ما فيك تضيق فراقي. انا رايح بكره عالشيش اتجند بين الفائين، بعرف يا روحي قديش ما فيك تضيق فراقي. هاي الجزمة انت لبستها.
لبستها لما كنت من الشياوي. اليوم ليه عم بتسيق للجيش اللبناني؟ أنا بقول إنه الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية هي في خدمة وبأوامر وبيد السلطة الفاسدة. لشباب الجيش اللبناني، لكل عسكري جيش اليوم يعطيه ألف شو بتقله؟ بخضع له وبركع له. كل عسكري فيني عزبك تنصف هاي الجزمة وتقلي كيف تخضع له وبتركع له، لأنه هيدول بشر. نعم. شو أنت اليوم كممثل قدير عم تقلي بركع له، كيف تركع له؟ كيف بركع قدامه بحي رنجره للعسكري للعسكري اللي عم بيحاطط روحه على كفه وماشي ليخده بلاده أو وظيفته أو إلى آخره. منه مسؤول العسكري اللي معتر. أنتوا شفتوا بالفترة الثورة كيف العسكر كيف بيتعاطوا مع الناس. لما بتتركوا لحاله كيف يكون، كيف يكون عم يبكي، كيف يكون راكد عم يحضن ولد لحد يهربوا من ال... عشان هيك أنا عم بحكي. إيه لا عشان هيك أنا لا لا أنا ما عم بحكي، ما عم بحكي على العناصر. أحترم العناصر وأركع قدام كل رنجر من رنجرات عناصر الجيش اللبناني وقوى أمنية وكل مقاومين على المستوى العام. والمقاومين المقاومين ما ألا عليها، ما ألا أبدا. ما نظرتي للمقاومة بتخلف، يعني أنا مقاوم. أنت مقاوم؟ أكيد أكيد. طيب ألا أنا مقاوم أكيد. بدي روح لشي جديد. تفضل. ييه هذه كلبتي. يا الله يا الله. هيدي كلبتك؟ نعم. أهم شي بحياتك؟ أهم من أي بني آدم بحياتك؟ بشكل سريع بدي الأجوبة. مش أهم، مش أهم من أي بني آدم، لا أكيد أكيد. لا أسعد رجلين بس بالنسبة في عندي، يعني مش أعز من بنتي. أها هاي مش أعز من بنتي. لا بس أعز من مرتك. لا انت قايله انت قايله انت قايله قايل اسعد رجلين قايل تفل تفل مرتي وما تفل الكلبه. صح كيف في شويه خلاف على الكلبه. اوكي بتزعج على المره بالبيت بتنزل لها وبر وبتخربط لها مدري شو بتعمل لك شيء بقى. يعني بالنتيجه اتفقنا على شغله انه الكلبه بدها تبقى. اها على بقيه اثنين بقيوا اثنينات. بقيوا اثنينات. تحية لمدامتك اللي عم نشوف صورتها هلا. حبيبة قلبي. عندي ست جوال. ست موجه لها تحية كتير جوالة. كبيرة. بس بتفضل الكلبة عن أي حدا تاني؟ مش بهالمعنى يا تمام. شو؟ يا حبيبي أنت. لا. الحيوان أهم من الإنسان. أوكي. السبب الوحيد إنه الحيوان عاجز. أوكي. عن التعبير وعاجز عن الرفض وعاجز عن مقاومة. جاوبني على هيدا السؤال، لمين بتقول أسعد رجلين كلب؟ ما حدا بيستاهل أعطي هالصفة. صفة الحيوان ولا صفة الكلب؟ الكلب. في كتير عندهم من صفات كلب كل شيء إلا الوفاء. ما حدا بيستاهل. طلع بالكلب قل له كلمة. نشتقلك. اضطريت تتخلى عنها، رديتها مش تخليت عنها. رديتها للناس اللي جايبهم من عندها. جبتها عمرها جمعة، رديتها عمرها سنة ونص. كلفتني مصاري الله سخونتها عمليات شغلات إلى آخره. وهلا كل فترة كل جمعة تقريبا بمرق عند الناس، بقعد بتلعب أنا وياها وبتسلى أنا وياها وبحبها. وبقول لك شغله، فرقتها صعبة كتير. يعني أنا لما بيكون عندي مشهد بدو مشهد بدو مشهد حزين بدو دمعة، بفكر فيها قبل ما أفكر بغربة ولادي لحتى تكون دمعة أسرع. فكر بها، فكر لما هي بتحبني، ما هي كانت بتحبني بدك هلا بكي عليها. بكي عليها. بكيك؟ أكيد. صلحت عني صلخ، صلحت عني صلخ. إذا مش أكتر من ولادي مثل ولادي أكيني. أنت بس إذا فرجيك فيديو دقيقتين كيف
استقبلتني لما رحت لشق عليا من شي جمعة عشرية. ما بتصدق كل شي بحياتك ما طلع حدا في وفي إلا هاي؟ في بكل صراحة في 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 أنا بتخيل. أعطيني حدا مين طلع معك؟ بلا تشبيه. إيه بقى أنت رح تكون من لوفي حبيبي أنت. مش عم بجامل حبيبي أنت، بس أقول لك إنه في ناس أو فيها حبيبي أنت، مش كلهم يعني كلهم، مش كل الناس مثل بعضها، ومش كل الكلاب مثل بعضها، ومش كل الحيوانات مثل بعضها. بشكرك على هيدي الشهادة، ومش من مين مكان عم بخدها. وقف لي هالدمعة، وقف لي الدمعة لكمل أنا وياك. جاهز؟ هلا بيقولوا هيدا بيكبك على الرايح على الجاي، بس لا عن جد يا ريت اللي عندهم كلاب وبيضطروا يتخلوا عنهم او مضطري او بيصحوا كلب عندهم. انا باكي ثلاث ارباع الساعه لما كانت كلبي راح تموت بسبب سوء معامله تركتها مطرح، انا مضطر سافر كنت ارجع، جيت لقيتها عم تموت. اسعد رجلين، بتهمك هاي الشغله؟ بتهتم بالشعر يعني؟ من عند روبي روبير جور شوب، بدي اوجه له تحيه كبيره، وهيدول من عنده كمان استعرناهم. عم بيقدموا لي اياها، قدموا لك اياها. اللي ما بيعرفوا الناس انه حضرتك شو؟ حلاق، اشتغلت حلاق ولا مره. مش هيك بيرقصوا بيها؟ ايوه مزبوط، ولا مره حدا قصص لك شعرك؟ اليوم اول مره بدي يقروا لك شعر الحلاقين. من هون من هون بظبطوا كله بشكل طبيعي، لما بصير من ورا بتشتغل على المرايه وبالايدين وبال هلا جورج روبير زبط لك شعراتك اليوم. روبير جورج شوب 15 سنه بامريكا، ما بعرف كحلاق مثلا. انت بتقص؟ اي حتى اشتغلت حلاق. اشتغلت ايه بس كيف، انا كنت صغير من انت وصغير 12 سنه يعني. بلشنا بالجيران، بعدين صاروا يتجمعوا رفقاتي تبع المدرسه كل نهار جمعه، نهار الفرصه يتجمعوا. قد ايه كنت تاخذ؟ ربع ليره صغير. ربع ليره، ربع ليره صغير ونص ليره على البيت. اثناء ما كان معك كنت حياتك ليرة. ايه كان يومتها ما كانت وضعك المادي منيح صح؟ ولا مره كان وضعي المادي منيح ولا مره. من افقر الناس. اسال معشيت افقر الناس. نحن ولا مره كان في حمام ببيتنا، ولا مره كان في اوضه مفصوله عن الثاني ببيتنا. اوف مد مثل هيدا، ننام هون نضبهم ونرجع ناكل هون. يعني هيدي كنت تطلع فيها الحمام كان الحقلة. واو ما عملت لي هي، ما عملت لي عقدي ما عملت لك ابدا عقدي. ابدا اوكي ابدا. تحية لجورج شوب، تحية لروبير خولي، ميرسي على هيدول. من القصص اللي بتعطوني اغراض الباقيين، من القصص اللي كمان اشتغلت حلاق، واللي كمان ما عندك مانع شايفهم. اشتغلت شوي فيني عزبك. عندك اعتراض اليوم بعد تنظف حمامات وتكنس استاذ اسعد ولا لا؟ ما بدي اعملها. عملتها على فترة اشتغلتها. مش الشغله هاي. انا اشتغلت بستور تعال حلاق، اشتغلت حلاق، اشتغلت بتكنس وما عندك مانع. اشتغلت مصور، كان على الاستديوهات صوير اثنين 100%. بس اشتغلت عم بحكي فيديو مونتاج بدك اياه. شو بعد؟ شو كنست؟ وين مسحت؟ لما كان عمري 12 13 سنه في عندنا حدا قرابتنا بدهم ولد يساعدهم بالبيت. ايه خادم. ايه انت اشتغلت خادم؟ خادم ببيت. اوكي ايه شو كنت تشطف تكنس تمسح؟ قد ما بقدر انا بعمري اني اعمل حضر، ساعد صاحبة البيت، ضبطها السفرة، بشكر عندها ناس، إذا شي كنس. قد كانوا يعطوك؟ ما بذكر. بعدك لليوم بتكنس أو لا؟ ما بتقدر؟ أنا بيتي أنا وحدي. بتكنس لوحدك؟ أنا ما بجيب حدا ينظف ولا بتمسح الإزاز. يعني اليوم ما عندك مانع تكنس أرض؟ أبداً. هلا إذا أنا قلت لك بتحس بأمريكا ايه؟ كنت بالستور اللي أشتغل فيه ايه؟ سكر ساعة تنقول ساعة اثنين بعد مستيل او 12 من 12 لاثنين بدي نظف كنسه ومسحه ونظف الحمامات. برافو هيدا لازم هيدا فخر لك، خليك توصل لهون للي انت بس هيك نقصت مني شيء؟ لا بس انا عندي اسعد رجلين اللي عم تحيروا هلا. لا اكيد حسيت انه لا هيدا مكنس حمامات ما بدي كبرتك. ليش عيب يعني؟ بالعيال اللي عم طلعت هيدا 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 اللي جاوبني على السؤال. مش خايف ترجع لهيدي الايام؟ ما خايف ترجع لهيدي الايام؟ بمعنى انك ترجع تنظف وتكنس من ورا لسانك؟ من ورا لسانك ما بقى حدا يمس يخليك تمسك. يا قاتل يا مقتول. شو؟ يا قاتل يا مقتول، يا قاتل
يا مقتول له. واضحة؟ واضحة. مين بده فيك تكنسلي هون ولا بتتضايق؟ ايه شو بدك؟ بالاول هيدا ماشي ايه. بدك تكنسلي هون، كيف بتكنس؟ بدك تكنس فيها. هاي منا للبيت. هاي ايه اوكي. هيك هتضف لكم هون اللي مشيت ببينوا على الكاميرا. ايه اسعد رجلين، حييك على هالروح اللي عندك، هذا الشيء بكبر القلب على فكره. اخر سؤال بدك تشلحها؟ ما بدك تسمح لي اطرح هيدا السؤال الاخير بهي الفقره؟ تفضل. وهي ايه خرب بيتك اذا بتقدم لي مين؟ اول ما قالوا لي اوعى يتقرا. بعرف حقها شي 6000 و هيدي 6000 6 ملايين خبرة وشي خبرة 6 ملايين 6 ملايين كنا نجيبها ما كان حقها 200000. اسعد رجلين سؤالي بهيدا الموضوع، نعم انت مدمن كحول؟ ابدا. ليه بيقولوا انه انت مدمن كحول؟ مين بيقول؟ لا عم بسال جوك. انا هلا عزمني على كيس بروح. بكره يعزموني بروح، بعد بكره يعزموني. بيتك مليان كحول؟ مليان كحول، بيتي كل يوم. هلا امبارح شاري كحول بمليون و300 الف ليره. قبل بجمعه شاري بشي مليون و200 الف. ليه؟ مصريتي اعطيني اياهم تفرج تصور انا وياها. اي بابا فيك الا تتصور انت وياها. هيك هي القصه. عم هر مصرياتي اللي عاطيني اياهم بالكارت، مش كل الناس عم تاخذ كارت. لا بتاخذ محطة بنزين، لا فرماشية، لا بدك تدفع مليون ونص حق دواياتك، ما بياخذوا كارت، ما بدي اجيب لهم مصاري. كثير منيح. أدمنت على شيء غير الكحول؟ لا جربت كل شيء. شو جربت؟ يا شبابي جربت الحشيشة. جربت الحشيشة؟ ايه اصحاب كنا هيك بعمر 17. طيب اليوم بصراحة بكل صراحة، مثلا لك أنت كثير صريح، هل أنت اليوم تتعاطى المخدرات او الحشيشه؟ ابدا ولا بشكل من الاشكال. من 50 سنه بالتحديد. من 50 سنه بدي سمعك شيء. شو هو شيء؟ هي غنيه انعملت وقال لي هي مش لك موجهه، يمكن ما بعرف اذا بتحسها موجهه لك ما بعرف، بس انا ما موجهه، بس لانه غنيه مش للاشخاص الكبار بعد ما طلعت. بس مش موجهه، نسمع سوا يلا. بالتسعين والمئة إذا عشت أنا رح ضل أعشق المرأة لأصغر منك. الصبايا الصغيرة؟ لا بقول أنك بتحب البنات الصبية الصغيرة بالعمر، مش بتحب الكبار. لا بالعكس، بعكس كل الناس، كل عمر يحب الأكبر مني. طول عمرك؟ كل عمري. أها طيب، ما بتحس أنه خلاص هلأ صرت جده، لازم تكون صرت جده؟ بتعطى مع النسوان؟ ما بتتعطى مع النسوان؟ لا ما أنا 15 سنة بأمريكا، مش يعني منك نسوانجي؟ منك نسوان شيء. اعوذ بالله، بعدين ما بتعني شيء. هل طلي مانوكان هلا هون سميهم شو ما كان. يعني المرأة ما بتعني لك. هيدي لعبة بالنسبة لي، مثل لعبة البلاستيك. شو اللي بيعني لك لكان؟ العلاقة العاطفية. اوكي. الحب. النظرة. طب سؤال، إذا عجبت أنت ومتزوج اليوم بوحدة بتصح وصار في هيدا الفيلينج بينك وبينها، بتتصاحبها؟ بتصاحبها ضمن حدود. اوكي، بدي اسالك سؤال صدقة. اخير صداقة. بس جنسيا ما بتعمل شيء؟ لا 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 ما بتعمل لا جنسيا. لا انت اليوم مع الزواج، مع مؤسسة الزواج، ايه او لا؟ بدي اشوي بسريعة. لا انت اليوم مع شو؟ مساكنة. مع المساكنة. سؤال كتير صريح جاوبني عليه، انت اليوم بترضى انه بنتك تروح تعيش مساكنة؟ 100%. وقلت لها. شو قلت لها؟ وشجعتها انها تعيش مساكنة. نعم. ما تتجوز زواج فاشل وتطلق. هيدا رغم الدين المسيحي والدين الاسلامي بيرضى بهيدا الشيء؟ ما بيهمني انا. الدين الاسلامي ما بحكي عنه. اوكي. الدين المسيحي ما بيهمني. على كل حال بقولوا عنك انه انت كثير طائفي. جاوبني. شو هيدا طائفي؟ جاوبني. مزبوط ولا لا؟ طيب جاوبني، خليك بسؤالي. انت اليوم قلت لها لبنتك انه روحي عيشي مساكنه ما تتزوجي، ما قلت لها مسلم او مسيحي؟ ايه، بس انت ما بتحب الاسلام كثير. قال
مين ايه؟ عم بسألك. ما بنتي كانت عندها علاقة، بداية علاقة مع شاب مغربي مسلم. ايه. ما كان عندها أي اعتراف. أبداً. قعدت عشيت أنا وياه. طب برأيك هلا كل الرجال أو البيات اللي عم يحضروك عم يسمعوا ممثل مثل حضرتك عم بيقول أنا ما خلي بنتي تعيش مساكنة. هو يسكت. شو بده يقولوا عنا؟ أنا رأيي يقولوا يقولوا شو ما قالوا الناس عني. ايه. أنا كافر، أنا مجرم وأزعر. أنا بعرف خلاصي ورح بقول لهم شو هم من هدير البحر جوني. بعد البريك الإعلاني بهيدي الحلقة الخاصة بعيد الميلاد، أسعد رشدان بكمل معنا بيعطيني تليفونك والفضيحة السوداء. نوصل للفقرة الأخيرة اللي هي مقسمة بين أعطيني تليفونك وفضيحة السوداء. معك أنت أستاذ أسعد رشدان بحلقة عيد الميلاد اللي مرة تاني بقول ينعاد على الجميع وعلى كل المشاهدين وعليك يا رب. تليفونك وين؟ حكون كتير سريع معك بهيدي الفقرة. رح أطلب أنا الطلب منك هالمرة، هل بتتجرأ تتصل بأنطوانيت جعجع؟ أكيد تتصل فيها. بدي اياك اول شيء تجرب تتصل فيها لنشوف اذا حترد علينا. بدنا نوجه لها تحيه ونعايدها. بدي عزبك تفتح سبيكر. ما بتلوح بايدك تعطي الكرامة وعيدك والقلوب بتهتف ستريدك اصوات بتصرف قوات. بدي اطلب منك تبعت لها فويس لانطوانيت جعجع رساله تكون من تليفونك على تليفونها ليوصل للدكتور سمير جعجع، وتقلا بنفس الوقت شي بدك تقوله لسريدة جعجع. عم تدق لي. عم تدق لك. الو. ايه هاي بونسوار اسعد. كيفك ست انطونيت؟ ليكي انا منيح طمني عنك. الحمد لله بألف خير، كثير منيح. اللي بدي لك اياه انا على الهوا، مش على الهوا، عم نسجل حلقه لعيد الميلاد مع الاستاذ تمام بلايق. طلبوا مني اتصل فيكي وبعث لك رسالة معيدة او شو انا ممكن اقول. اذا ما عندك مانع فيكي تقدري تسمعيني؟ بتحبي تسمعيني؟ ايه اكيد بتشرف. تسلملي. خلي لي قلبك. انطوانيت مساء الخير. تمام حبيبي. حبيبتي انت شو اخبارك؟ اول شيء ينعاد عليكي وعليك وينعاد على الحكيم وينعاد على ست سريدة. أنا طلبت منه لأستاذ أسعد أنه يوجه رسالة لحضرتك. هيدي الرسالة بدها تكون لإلك أنت معايدة، ومن خلالك توصلي رسالة للدكتور جعجع. رح أترك الهوى لأستاذ أسعد، تفضلي. إيه ست أنطوانيت، أول شيء نحن ليلة عيد الميلاد، بدي أتمنى لك ميلاد مجيد وسعيد لإلك ولكل عائلتك وأهلك وقرايبك ومحبينك. وبالوقت نفسه بدي أتمنى لكل أصحابنا وأصدقائنا فوق يعني بكل بالمنطقة وبال أصدق الأوجية الأوجية أوكي. أكيد الأوجية يعني أوكي. الأوجية أو أول شيء بدكتور سمير جعجع معيدي وتحيي، ولا الست ستريدة كمان بهالمناسبة الحلوة. أصلا يعني هني مش مقصرين، يعني كل سنة بيصلي كارت معيدي منهم كل سنة كما أفوا ولا سنة يعني، وهيدي شغله مبادره نحن ما فينا نبادلها. شو ما عملنا شو بتقلها رساله للست سريدة جعجع؟ للست سريدة بقول لها قريبا رح تسمعني وتشوفني، لانه طلبوا مني شغلي ورح احكي باصلي. بالنسبه هل بتقلها اليوم لست سريدة جعجع انه انا يمكن تفهمتي غلط اليوم على الهواء؟ بتقلها لا ما بعتذر هلا؟ ايه اكيد بعتذر عن الشغله السابعه. أوكي. اعتذرت، كان عندي الجرأه اوكي قول انها غلطت وهي مش غلطت، كان عندي الجرأه اني اعتذر منها. برافو. اعتذرت منها على كل الصفحات. حلو كتير. ايه كلمتك الاخيره لأنطوانيت. بعتذر منها كل مره على انا بعتذر على اي خطأ بيصدر عني باي وقت، ما عندي حرج ابدا. الكلمه لك ولا انطوانيت؟ تفضل. انطوانيت هذا اللي بدي لك اياه، بحبك وأنا كتير 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 انبسطت بأنه طلب مني اتصل فيكي. الله يخليك أستاذ أسعد. إن شاء الله ما أكون زعجتك. أبداً، أول شيء بدي لك ينعاد عليك. مرسي كتير. الله يخليك. ينعاد على تمام وعائلته. مرسي يا أنطوانيت. ووطن في ممثلين
أصحاب رأي حر مثلك يا أستاذ أسعد الدنيا بتكون بألف خير. تسلمي الله يخليك يا رب، مرسي كتير. والله يحميك، الله يخليك. الست أنطوانيت جعجع أكيد بنوجه لك تحية كتير كبيرة وينعاد عليك، وشكرا لأنه لبيتي النداء لما تلفني لك رديت علينا. شكرا لك، شكرا لك أستاذ أسعد. بدي عزبك نسكر الخط وإلا ينعاد علي. باي باي ست أنطوانيت، باي باي. مرسي مرسي. هيدا أول طلب تأمن. طلب الثاني لك هي الفضيحة السوداء. في فضايح؟ عندك شي فضيحة؟ هيدي هون في بقلبها فضيحة. نعم. هل أنت اليوم بليلة عيد الميلاد تفتحها أو لا؟ تفضل. لا ما بفتحها. ليه؟ ما في فضيحة. أي فضيحة؟ أنا ما عنديش فضايح بحياتي. وإذا أنا لك في بقلبها؟ بتفضل. لا عم بسألك. إذا أنت عندك جرأة أفتحها. أنا شو بدي بجرأة؟ أنا بتقبل. أنا أنت بدك تفتحها مش أنا. أنت بتقبل تفتحها؟ شو؟ أنت بتقبل تفتحها؟ ما في فضيحة لا أفتحها. أها. ما في فضيحة. طيب انا اللي بشان عيد الميلاد كمان رح اخذ يعني مثل بقوله القرار عندك بهيدا الموضوع. بدي اقول لك ينعاد عليك. مرسي. بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك، شرفتني بهيدي الحلقه. الكلمه الاخيره لإلك. رح استغني بالفرصه بالاول لحتى اجيبك على سؤال سالتني قبل اذا انا بحب البنات الصغار او انا شيء منهم. نخليها ندور نورها كفضيحه. اوكي. انا مرق معي بمسلسل حكايتي المؤخر. اوكي هيدا هو. انا كنت انا عم بحب بنت. اها. بتقلي انه هي هيدي هي. يا عليك. شفت لو فتحتك مش الحال. طيب. فاذا الفضيحة هي ايه؟ انا ايه انا بحب ماريتا حليني بالمسلسل. اوكي. اللي هي من اقل اصغر من بنتي. صحيح. بس اذا بتعرف وبتذكر شو صار وانا ليش اتجوزتها وليش حبيتها. صحيح. ما حبيت يعني منا فضيحة هي. ايه هي تمثيل. الحمد لله الحمد لله. يعني انا وجهة تحية لماريتا. اكيد من كل بد لكل اللي عاملين بهذا المسلسل. نعم. اما من ناحية اول شيء بدي اشكرك على المعيدة. شكرا. أنا بعيدك وبعيد كل الناس، بلش من أقرب الناس لي اللي هني ولادي ومرتي، وبنطلق لأصحابي ولأصدقائي ولألك ولعائلتك ولكل الناس، لكل الشباب والصبايا اللي عاملين هالجروب الطويل العريض والمجهود اللي عملتوه خلال 5 ساعات لحتى نصور هذه الحلقة. وبعيد كل الناس، وبتمنى لأول مرة بدي نحن ما بنفقد الأمل والرجاء. نحن بتفكيرنا وبإيماننا بضل في رجاء. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، نورت حلقتنا الليلة الخاصة بعيد الميلاد، إن شاء الله ما تكون اندمت. أنا بالعكس 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 بدي خلي الناس اللي عم بيقولوا لي اوعى شو بدك بتمام هني يندموا. الله يسامحهم. أنا بقول بدي أقول على الهوى ولكل الناس مع احترامي لكل المقابلات اللي عملتهم وكل الناس اللي اشتغلت معهم واللي حاوروني، يعني بصراحة حدسي ما خطئ بتمام بلاي. هيدي الشهادة بفتخر فيها منك. وأنا ما بجي منه صرت معروف يعني. بكرر كمان مشكور كتير، بكرر لكل ضيف حوار ولكل ضيف سؤال بهيدا البرنامج مع تمام. بدي أشكرك أهلا وسهلا فيك. لكل المشاهدين بدي لكم ينعاد عليكم عيد الميلاد وإن شاء الله سنة خير للجميع. أسبوع الجاي حلقة جديدة، كونوا على الموعد. إلى اللقاء. ولكن قبل ما أختم في عندي شكر كتير كبير لكل فريق العمل اللي بيشتغل أنا معه وهو بيشتغل معي على هيدا الحلقة وكل حلقة بطلع فيها بمع تمام. لكل فريق العمل الموجود اللي عم يتعب معي بهيدا البرنامج. عندي شكر لبيرنا فلاورز جبيل، بدي لكم مرسي كتير كلكم زو، يعطيكم العافية على الديكور اللي عملتوه. وعندي شكر لإيفن كوفي شوب اللي هني أكيد وفيق اللائس، بدي لكم مرسي كتير على كل القصص اللي قدمتونا إياها اليوم. مرسي كتير وينعاد عليكم لألكم كمان. تصبحوا على ألف خير. باي باي.